السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق تتبعتم معي الطريقة التي استعملتها في تركيب هذا الجزء، إلا أن ذلك أفقد السيارة نوع من الجمالية، وهذا ما أصبو إليه. لذلك قمت بتغيير كل شيء هنا. فالطريقة التي استعملتها لا تحتاج إلى الكثير من الكلام، فقط يمكنكم تتبع الفيديو لمعرفة كيف صنعت ذلك وكيف فعلت ذلك. طبعا سنحتاج إلى مثل هاته على هذا الشكل، ثقب في الوسط. طبعا صنفرتها أو حكها من الجانبين لتدخل هنا، إضافة مثل هذا الجهة العلوية، لأن ملامسة العجلة للأرض مع ثقل السيارة طبعا العجلة ترتفع ولا تنزل. هكذا إضافة بعض الشحم الصناعي في الأسفل وفي الأعلى لتسهيل الدوران والتقليل من الاحتكاك. أبقيت على هذه القطعة، فقط قمت بتعطيل دور العجلة الحديدية على هذا الشكل. يعني يجب أن لا يصل هذا إلى الثقب كما هذه إلى حين إدخال العجلة. أبعد إدخال إلى أن يصل إلى الجهة الأخرى. ثم كما ترون هكذا أفضل بكثير. الآن يمكن إتمام العملية.
طبعا بعد تثبيتها جيدا سأضيف إليها باقي النظام. فكما ترون تعمل بشكل جيد وأفضل. كما أنها أصبحت نوعا ما أجمل مما كانت عليه. الآن أفضل بكثير. كما سأقوم بإضافة رسور من كل جانب. هذا كفيل بأن يعيد العجلة إلى مكانها الأصلي. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الجزء بصفة تامة، وشكرا على المشاهدة.